الوقت اللي بتطلعي فيه من هالباب انت حرة. انت شو بتقصد؟ قصدي واضح، طلبت منك فرصة أخيرة. أنا وعدتك في حال كان جوابك الرفض رح أتركك وخليكي حرة، وعم بوفي بوعدي. أنت حرة. بدك تقولي شي؟ لا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. شو في حياة؟ نسياني شي؟ ليك أنا ما فهمت عليك. احكي بصراحة، يعني نحنا رح نترك بعض؟ أنا ما حكيت هيك، أنت اللي عم تقولي، وبالنسبة إلي أنا احترمتك، تركت لك حريتك. تمام، أنا هلأ فهمت عليك. بالمناسبة أنا كمان صرت حر حسب هالوضع، وفيني أعمل اللي بدي إياه ليكون بعلمك. عادي، إذا كانت هيك رغبتك كون حر مراد. أنا مبسوط لأنه حلينا الموضوع بطريقة متحضرة. إيه، على فكرة مراد كتير ظريف إنك خليت كل شي ضمن إطار الاحترام. أنا رايحة هلأ، بتوصيني بشي؟ سلامة قلبك حياة. نافي قال انتقمت مني. ألو نعم؟ كيفك مراد؟ أهلين أمي، شو الأخبار؟ طمنيني عنك. أنا منيحة الحمد لله، نشكر الله. ما تشغل بالك أبدا. ابني إمتى رح ترجعني على البيت؟ أنا كتير داق خلقي هون، مخنوقة من كل شي وطقت روحي والله. حاسة الحيطان كابسة على نفسي. بدك ياني أحكي مع الدكتور؟ إذا بدك بعد ما ننقل على البيت بطالعك من هنيك. أنا دبرت ممرضة تدير بال عليك، رح تبلشوا من اليوم، وعم تحضر لك الغرفة. عم تسمعيني؟ ايه ابني أنا معك عم بسمعك. فيكي تتحملي بس يوم؟ طيب طالما الوضع هيك بتحمل يوم زيادة. طيب مراد على طول اتصل فيني وسمعني صوتك. ماشي أمي. بنتي حضرت لك غرفة قريبة من غرفة ليلى خانم حتى تهتمي فيها. من اليوم ورايح شغلتك إنك تعتني بليلى خانم، ما مطلوب منك تعملي شي تاني. كريمة خانم أنا حكيت مع مراد بيك وبعرف تماماً شو هو المطلوب مني، أنا كنت ممرضتها من قبل. ممتاز. دقيقة شوي، معناتها أنت البنت نفسها اللي نصبت على حياة. كريمة خانم حفيدك مراد أكيد جانين، ما بكفي إنه رح يجيب أمه على البيت وهلأ كمان هالبنت. هدول حرامية، أنا ما بسمح بهيك مهزلة أبداً. أنت لا تتدخلي داليا. ليش ما بدك يعني اتدخل؟ نقلعي برات البيت فوراً. لا هيك زودتيها. داليا خانم بترجاكي طولي بالك شوي، أنا شرحت كل القصة لمراد بيك. مو أنت اللي أخذتي مصاري وبعدين فجأة اختفيتي؟ لهيك ما في داعي تشرحي شي، انقلع يلا لشوف. حاج الزمي حدك بقى. أنا ما بقبل إني أعيش مع هالبنت بنفس البيت. منيح لا تعيشي، نحن قدمنا لك كتير احتمالات، يا روحي عبيتك أو لاقي مكان تاني يعجبك. طالما حكيتي مع مراد واتفقتوا أنا ما عندي شي تاني لحتى أضيفه، تعي من بكرة وبلشي بشغلك. ألو نعم. دقيقة شوي دقيقة. هلا أنتي عطيتي رقمي لهدينك الجماعة؟ قال شو بدهم يقابلوني؟ مين قصدك يا خانم؟ ماشي إذا فيكن خلينا نلتقي على الشط. إيه انتظروني هنيك. أنا ما بينلعب معي، عم تفهمي؟ داليا خانم بترجاكي عم توجعيني. مو أنتي عطيتيهم رقمي يا غبية؟ لا ما عطيتهم رقمي. ليش طلبوا يشوفوني لكان؟ شو بدهم مني؟ والله ما بعرف شو بدهم. لو سمحتي داليا خانم ما
ما توردّيني بهي القصة لو سمحتي. كنتي قولي هالحكي قبل ما تتغابي وتجيبي لي هالفاشلين، ما فيكي تطلعي من القصة بهالبساطة هي. شو عم يصير عندكم؟ ولا شي، وقعت شوية صحون وكسرتهم. أنا عندي شوية شغل، طالعة لبرا. بتسدي لحلقك مفهوم؟ نطفي الإزاز المرمي على الأرض بسرعة، تاني مرة تطلعي منيح قدامك. قائمة بعض الأمور التي يجب إتمامها قبل الموت. 1، لازم تتزوجها لكريمة، اعمل اللازم حتى تحقق هالغاية بسرعة. 2، بدك تاخد حبيبتك وتروح على شط البحر الأسود وتمدلها سفرة، شرط يكون على هالسفرة سمك مقلي، سمك مشوي على الفحم، سلطة سمك ورز مطبوخ مع سمك. بالإضافة لهالشغلات لازم يكون في مخلل خيار وفليفلة حدة مع بصل وقاورمة وشوية برك شغل الضيعة. كلوا وتهنوا ولا تخلوا شي. 3، بعد ما تخلصوا الأكل مسك إيد حبيبتك وامشي بكل رواق وشاعرية على شط البحر الأسود. خلي إيدك بإيدها مشبوكة، ومع غروب الشمس وقف والتفت لعندها وتطلع بعيونها وتفرج على غروب الشمس ببحر عيون الزرب. وكمان لازم أعمل مثل صهرنا شي مفاجأة مرتبة. شو هي؟ هو خلى الدنيا تمطر مطر أحمر لبنتنا، وبكلمتين حلوين ضحك عليها. أنت كمان قدام بيت كريمة خانم المفروض تنزل كتل تلج أبيض. إيه، رح ينزل تلج، وهيك شي مميز لازم ينعمل كمان منشان تحبه وطبعاً يلفت نظره. إيه، المصاري اللي مخبيهم لموتي محطوطين بقلب الشنطة هي. شو هاد اللي خبيته مني؟ يعني شو بدي خبي منك أميني؟